بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك وأنصارك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. عزيز على الكرار أن ينظر ابنه ذبيحا وشمر ابن الضباب ذابح عترته بالطف صرع. تزورهم وحوش الفلا حتى احتوتهم ضرائح أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم ويقرعه بالخيزران كاشح وتسبى يا كريمات النبي حواسرا تغادي الجوام من ثكلها وتراوح يلوح لها رأس الحسين على القناة فتبكي وينهاها عن النوح لائح راسك مشى ويا الحرم للشام يا حسين وجسمك يظل بكربلاء من غير تكفين وش ذنبك يا خويا تموت ضام القلب مجروح وتبقى ثلاثة أيام فوق الثرى مطر ويحق لي على مصابك يا خويا ما اترك النوح ترضى يا ابو السجاد يا نور المسلمي والله وعنك مشينا يا الذي جث بالأرى راسك معنا وجثتك بالخيل وبكترك الضامي أخوك البطل عباس جاسم والأكبر الذي توهم معرسي إنا لله وإنا إليه راجعون.
مما ورد في الأثر الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. كانت هناك مؤامرة حاك خيوطها بنو أمية، وهذه المؤامرة ليست مؤامرة وقتية وإنما هي مؤامرة دائمة. مؤدى هذه المؤامرة توجيه المسير الديني باتجاه مخالف للاتجاه الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه كانت المؤامرة، وتكتيك هذه المؤامرة القضاء على كل العناصر التي يمكن أن تساهم في إعادة المسير إلى المسير الحقيقي. واحد منها الروايات المعتبرة الواردة في فضل أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. لهذا عملت الأقلام الأموية ليلا نهارا في طريقين: الطريق الأول كتم تلك الروايات حتى لا يبقى لها أثر، ألا إنه قد برئت الذمة ممن روى حديثا في أبي تراب. واضح مؤامرة. ليش؟ لأن الروايات المتعلقة بالإمام علي تلقائيا ستعيد الناس إلى الخط الصحيح. عندما يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، تلقائيا الناس سوف يتوجهوا للإمام علي عليه الصلاة والسلام: يا عمار، إن سلك الناس واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الوادي الذي سلكه علي، حتى لا يروح الناس في ذاك الوادي الثاني. لهذا كانت خطة خبيثة ومحكمة، ألا إنه قد برئت الذمة ممن روى حديثا في أبي تراب. ممنوع. هذا جزء من التكتيك. الجزء الثاني وضع كمية هائلة من الروايات والأخبار التي تحرف الناس إذا دخلت. لهذا لا تتعجب ايش قد فقهائنا يدققوا في الأسانيد، وغير السند بعض الأحيان حتى السند عنده صحيح ومع ذلك يحجم شوية. حتى السند صحيح فلان بن فلان، لأن الذي يضع الحديث شو يسوي؟ يضع الحديث يروح يجيب أسماء معتبرة بس يكونوا موتى. وش دراهم الناس؟ بس الحاذق يفهم بأنه لا مكشوفة مفضوحة القضية. ليش؟ لأن في كتب، مثلا لنفترض حريز بن عبد الله عنده كتاب، عبد الله الحلبي عنده كتاب، معاوية بن عمار عنده كتاب، والكتاب رواية موجودة فيه. ما يقدر فد واحد يروح يسرب حديث إلى الكتاب هذا. هذا صار، بس صار متى؟ إذا ضاعت الكتب. لهذا إلى الآن إحنا عندنا كتاب يسموه الأشعثيات ويسموه الجعفريات. هذا الكتاب متى وجد؟ هذا ضاع
وجد في عصور متأخرة. ولهذا الذين رووا الكتب الأربعة مثلا الكافي ومن لا يحضر الفقيه والتهذيب والاستبصار ما ذكروا روايات من الأشعثيات، لأن ما كان موجود، مئات السنين ما موجود. بعدين اكتشف، اكتشفت نسخة، هذه النسخة يكون في توقف حولها. ولهذا عندنا عدد كبير من الفقهاء يقول ما أعمل بروايات الأشعثية، يقول هذا الكتاب صحيح إلى ذكر في التاريخ القديم، بس وش درانا أن النسخة هذه هي ذيك؟ لأن يمكن ناس اصطادوا الكتاب فنسخوا ووضعوا مجموعة من الروايات الكاذبة بنفس السند. ليش احنا مثلا كتاب كامل الزيارات نعتبره من الكتب المعتبرة عندنا؟ لأن وصلنا بطريق صحيح وما كان وما ضاع الكتاب هذا، ما ضاع. لأن الذي يضع الحديث يستغل الفترة هذه، يشوف في كتب ضايعة، هني تلعب الأقلام. بس إذا كتاب موجود، ولهذا كعبارة ترد على ألسن علماء الرجال، له كتاب يعرف. هشوف العبارة، له كتاب يعرف، يعني كتاب مشهور. فإذا مشهور يعني ما أحد يقدر يدخل فيه حديث، لأن بمجرد واحد يرمي كلمة، بعض الأحيان مو حديث، كلمة في الحديث، بمجرد يرمي كلمة المتابع الرواة يدري لا هذا ما موجود دي. إيه؟ مو بس من السياق، له كتاب يعرف، يعني الكتاب النسخ كلها موجودة، فيشوف نسخة معينة. لأنه إحنا عندنا نسخ، شوفوا إحنا في التحقيق، في تحقيق الكتب شنو فيه؟ لما تشوفوا كتب جديدة الآن في تحقيق، فتشوف تحت كاتب لك شنو، نسخة باء كذا، نسخة جيم كذا، نسخة ألف كذا، نسخة راء كذا، لأن مجموعة نسخ موجودة، هو جاب مجموعة نسخ. افترض أنه عنده مثلا مثلا خمس ست نسخ محصل، طيب خو هذه النسخة يطابقها لبعضها البعض، فلما يطابقها راح يكتشف انه نسخة فلان اللي جاية باسم راء، اللي هو يشير له باسم راء، يمكن فيها عبارة زائدة، في يمكن فيها كلمة زائدة، يقدر يصطادها المحقق. المهم عملوا ليل نهار. ولهذا الان الذين يهتمون بالتحقيق شو يسوون؟ يدوروا باغلى الاثمان، يدوروا على شنو؟ يدوروا على النسخ القديمة، كل ما قدر يحصل نسخة قديمة كل ما كان أحسن. يقول لي أحد أصدقائنا المشايخ السنة في الحج يعمل على هالمسائل هذه، يقول حصلنا نسخة لكتاب بصائر الدرجات، أظن قال في مكتبة في ألمانيا أو فرنسا ما أتذكر، هذه تعود إلى القرن الخامس الهجري، جيد؟ إلى القرن، هو كتب بصائر الدرجات في القرن الثالث الهجري، يعني بعد 200 سنة، القرن الخامس يعني قريب. لو بعد واحد يقدر يصطاد كتاب نسخة من القرن من القرن الثالث ممتاز، وأما لو يصطاد نفس النسخة التي كتبها المؤلف فهذا أفضل وأفضل. ليش؟ لأن هذا يوقعك على الخلل. الشاهد مؤامرة كانت مركزة، واحد من أعمدتها شنو؟ واحد من أعمدتها شنو؟ حتى يتوجه الناس العمل على الروايات. الشيء الثاني عمل على الروايات من جانب إخفاء الروايات الصحيحة. مرة نقلت هنا معلومة أن صاحب كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذاكر معلومة بأنه في زمان في بعض أزمنة بني أمية كان الذي يحفظ أربعة أحاديث صحيحة يصفونه بالعالم، يقولوا هذا عالم لأن عنده أربعة أحاديث صحيحة. شوف الآن كل واحد فيكم كم حديث صحيح حافظ؟ ليش؟ لأن خلاص تم التكتم على الروايات المعتبرة خاصة بأهل البيت. الحسن البصري وهو أحد وجوه علماء السنة إذا روى رواية عن الإمام علي سلام الله عليه يقول قال أبو زينب، ما يقول حتى قال أبو الحسن،
فلما قالوا له اكو ناس شيعة يدرون ان الرواية هذه الامام علي وهو قايل ابو زينب، قل ليش تقول ابو زينب؟ قال لو صرحت باسم الامام علي لسالت بي اعشب، يعني لو اقول الذي قال علي ابن ابي طالب لسالت دماء. هو واحد من كبار وجوه الخط العلمي السني. ألا أنه قد برئت الذمة من مرة حديثا في أبي تراب، هذه واحدة ما أريد أطل عليكم الليلة. كتم الرواية ووضع روايات أخرى، اثنين إبعاد الأمة عن الرجال الحقيقيين الأصيلين الذين يحملون القيم الأصيلة. إيش قد تقدر تبعد الناس عن هؤلاء؟ أبعدهم ورمز الأسماء اللي أنت تريدها. شوف منو عندك أسماء، عبد الملك بن مروان مثلا يرمز هالشخصية، أبو حنيفة رمز هالشخصية مثلا. أقولها الأسماء اللي تخدمهم هي اللي ترمز، بس الأسماء الأخرى لابد أن تنحى عن الدائرة دائما. هذه كانت مؤامرة، وأحد أهم تجلياتها كانت قضية كربلاء، أنه في زمان الإمام الحسين سلام الله عليه اتعمقت المؤامرة، فلا بد من إبعاد الناس عن الإمام الحسين أو القضاء على الإمام الحسين سلام الله عليه. لأن شنو كان مشروع الإمام الحسين؟ إعادتهم إلى هالاتجاه هذا من جديد، مو وأسيروا الناس يسيرون باتجاه الخط الأموي، وأسيروا بسيرة جدي وأبي، أريد أرجعهم على هالخط. مؤامرة، وفعلا نفذوا خيوط المؤامرة، لكن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أبطلوا المؤامرة وأرادوا منا نحن إلى اليوم وإلى قيام قائمة آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نستمر في إبطال المؤامرة هذه، لأن مو هي ما كانت مؤامرة في عام 61 للهجرة وانتهى الموضوع. مؤامرة الأموية مستمرة وما راح تنقطع، داعش وغير داعش هي أحد فصول مؤامرة الأموية هذه. هذا غير الفكر المتسرب في الفكر الإسلامي، الفكر الأموي اللي هو القضية انتهت وسلمنا الراية لقائم آل محمد وقال لنا خلاص لا تقولوا وحسينا ما منقول إذا هو أمرنا نسلم له الراية. إذا سلم الراية ماذا يأمر ذاك الوقت احنا ما ندري، نلتزم. بس قبل قيام القائم اللي شعار هذه النهضة المقدسة المهدوية يا لثارات الحسين معناها مستمرة إلى زمانه، ماذا يحصل بعد ذاك الزمان الله العالم. لذلك أراد أهل البيت لإبطال المؤامرة لو خيط ها شايفين خيط بسيط مرتبط بالنهضة لازم نتمسك به ونقوي ونغمقه ونحاول إلى قضية وشعار، لو خيط صغير حتى تبطل المؤامرة. ولهذا تشوفون في قضية الإمام الحسين شيء غريب ما موجود حتى في قضية النبي صلى الله عليه وآله ولا في قضية الإمام علي ولا في قضية الزهراء. ليش؟ لأن شعار إبطال المؤامرة كانت النهضة الحسينية. في مناسبات دينية متفرقة يستحب زيارة الإمام الحسين، ما تشوف مثلا يستحب زيارة الإمام علي. في مناسبات متفرقة يستحب زيارة الإمام الحسين غير زيارة الإمام علي. ليش؟ أقول دائما هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا. كل شيء يرتبط بالنهضة لازم يكون إلى إضاءة. اليوم كنت أتكلم في المجلس الظهر عن شيء أشار له أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هذا خيط من خيوط النهضة. للمقرم وقف عند هذا الموضوع وذكر روايتين اليوم اللي كانوا حاضرين الظهر مرة يعني بسط لهم البحث بشكل سريع. أذكره أنه خو يستحب عندنا روايات عن التواجد في كربلاء ليلة عاشوراء، وفي أعمال عندنا روايات عن التواجد في كربلاء زيارة الإمام الحسين يعني يوم عاشوراء. بعد خليت عاشوراء معروف، يوم عاشوراء معروف، كل شيء انتهى. في عندنا روايتان يظهر منهما استحباب التواجد في كربلاء
لزيارة الإمام الحسين السلام الله عليه، يعني استحباب التواجد عند القبر الشريف حتى ليلة 11، لأن ليلة 11 هي أيضا فيها إشارات إلى قضية كربلاء، لأن كان جزء من المأساة. أقول للإخوة أنه أنما حدث ليلة العاشر، ليلة الحادي عشر، فجيعة كبرى كانت، لكن عظمة اللي حصل يوم كربلاء شوية خفف من الموضوع. تتصور لو ما حصل شيء يوم كربلاء، يوم العاشر ما حصل شيء، اللي حصل بس اللي صار ليلة 11، تصور فاجعة عظيمة ترى ليلة الحادي عشر، لأن الهجوم على الخيام والهجوم على بنات الرسالة ما كان شيء طبيعي، يعني كان شيء مفجع. لكن اللي صار الظهر والعصر أفجع، قتل الحسين وقتل العباس وقتل الأكبر وقتل القاسم وقتل عبد الله وقتل الحبيب وقتل مسلم، كل قتل وجوه الأمة الإسلامية قتلت. هذا شوية خفف من اللي صار ليلة 11، ولا اللي صار ليلة 11 فجيعة عظمى. اللي يظهر من الروايات عندنا استحباب أن يبقى الإنسان حتى ليلة الحادي عشر، اللي عادة الزوار بالذات من أهل العراق وكذا بعد الظهر عادة يتفرقون من كربلاء، يروحون لأوطانهم. الاستحباب أن يبقى الإنسان حتى ليلة الحادي عشر، وعندنا روايتان يظهر منهما ذلك. طيب ليش؟ هذا شعارة لازم نركز عليها حتى تبطل المؤامرة الأموية. وفعلا خط أهل البيت، منهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أبطل المؤامرة الأموية. صور هذا الانزعاج اللي موجود إلى الآن من الإحياءات التي يقوم بها الشيعة. ليش؟ لأن الخط الأموي الموجود في الأمة إلى الآن ما يتحمل هذا الموضوع، ولا تتصور أنه يوم من الأيام بيتحمل. كل يوم بيطلع لك بقضية، رجاء أن هذا الأمر يتوقف. لكن إحنا خيارنا كل ما طلعت تلك القضايا كلما ازددنا أصرارا على هذه الحياة. يكفي يوم العاشر؟ لا ما يكفي يوم العاشر، كل يوم في السنة لازم يصير في قضية حسينية. فعلا يعني الشيعة وفوا في هذا الموضوع، كل يوم في عادة، كل يوم في صرخة باسم الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا لازم يزيد. البعض يقول انه لازم نخفف، خلينا نخفف من الفضائيات، خلينا نخفف من المجالس الحسينيه. لا ما نخفف لا من الفضائيات ولا من المجالس الحسينيه اللي تنطق باسم الامام الحسين، ما نخفف منها. خلاص تصير 100، خلاص تصير 100، خلاص تصير 1000. ما نخفف من مجالس الحسين. الى ايش احنا في كل منطقه عندنا في الكويكب عندنا مثلا 20 مجلس، خلي يصير 50 مجلس في الكويكب يعني. إيه لأن القضية الحسينية قضية مركزية، والشيعة إنما يرتبطوا بالدين عبر الإمام الحسين، وهذا لازم ما في انقطاع بشتى السبل، ما في انقطاع. كل خيط لازم يبقى، لأنها من الفاجعة ترى مو هينة. وينبغي للشيعة أن يواسوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قضيتهم. يعني آلام تعرض لها حقيقة أهل البيت. أم كلثوم المرأة العظيمة بنت أمير المؤمنين، صور شلون تعاملوا وياها. أم كلثوم هي التي نزع القرطان من أذنيها سلام الله عليها. أم كلثوم هي التي نزع القرطان من أذنيها سلام الله عليها، بنت أمير المؤمنين. هذه المرأة العظيمة، أنت سمعت خطبة أم كلثوم شنو كانت؟ طبعا للمعلومية يعني بعض الأحيان الروايات تذكر أم كلثوم وتقصد زينب، بس الظاهر هنا أم كلثوم هي أم كلثوم الثانية، يعني زينب الصورة مو زينب الكبرى. يعني بنات علي وفاطمة تعرضوا لآلام عظيمة يوم كربلاء سلام الله عليهم أجمعين. وتمنيت يدوم الليل على لسان حالها، يعني هذا صحيح، ما يحتاج واحد، ما نحتاج لرواية احنا في هذا الموضوع. حتى واحد يقول لنا ما عندنا رواية، واقع الحال. قلت تمنيت يدوم الليل،
مع الآلام مع المآسي التي حصلت ليلة عاشر ليلة الحادي عشر. تقول ما لك تمنيت الليل يدوم. كانت توصف الأحوال ليلة الحادي عشر وإيش كانت من مآسي وتمنيت يدوم الليل ولو هالحالة الغبرة. أحد عشر يوم الشوم ليت ما طلع فجر. ليش؟ يقول انكشف لي الضوء ولاحت جنايزكم على الغبرة. هذا هم مأساة عظيمة ما كانت مأساة هينة. ها انكشف لي الضوء ولاحت جنايزكم على الغبرة. قالوا بنات الرسالة مروا بنا على مصارع قتلانا. ورواية تقول لابن سعد لعنه الله قال مروا بهن على مصارع قتلاهن ليكون أوجع لقلوبهن. ومرت قافلة السبايا على تلك الأجساد. صار مولانا يجود بنفسه على ظهر الناقة تخاطبه عمته زينب سلام الله عليها تلك الجبل الأشم. ابن أخي ما لي أراك تجود بنفسك على ظهر الناقة. قال كيف لا أفعل وأنا أرى والدي وعمومتي وأهل بيتي مطرحين على تراب كربلا كلا ضاحي. قالت لا يجزى عنك ما ترى يا ابن أخي إنه عهد عهده إلي أبي عن جدي إنه يأتي من ينصب في هذا الطف على ما لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. شوي وإذا الإمام السجاد سلام الله عليه رأى مشهدا هاله المنظر فيه. رأى الحوراء تميل بنفسها تريد ترمي نفسها من على الناقة على الأرض سلام الله عليها. أما ما تصنعين؟ قال تريد أن ألقي بنفسي على جسد ابن والدي. قال عم ارحمي ضعف حالي وقلة حيلتي وادعيه وأنت على ظهر الناقة. قالت أخي أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل لاخترت المقام على الرحيل ولو أن السباع تأكل لحمي ولكن الأمر كما ترى فهذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير. ويحسن دعذرني ترى عنك باشي برح الوسافة وجثتيك من غير تغسي. عذري يا خويا من العداية ما أرخصوني وعن جثتك يا حسين بالقوة خذوا وكل ما جرى دمعي على متن ضربوني بسياط ضربوني وقولوا الساع بنشيه. وتمنيت كان القوم هالساعة يريضوه بيدي لغسل النايك وغسلك ماي العيون والمقنع عبدال الكفين يا نور العيون با كفنك يا حسين والجسم كباشي. إنا لله وإنا